السلام عليكم، معكم نوال. اليوم جيت نشارك قصتي والغلط اللي عملته انا وراجلي. هذا الغلط انا اللي بديت به وراجلي وافق عليه. طاحت عليا افكار شيطانيه جهنميه، شيطان غواني، وطحت في الغلط. انا نوال في عمري 21 سنه، تزوجت عن حب. كانت واحد القصة زوينة بزاف. أي بنت كتمنى تزوج بالإنسان اللي يبغيها وتبغيه. القصة ديالنا دامت 4 سنين. تزوجنا عن حب كبير وكبير بزاف. المهم تزوجنا كأي بنت، ومن اللي كيدوز عام ديال الزواج كتبقى تسنى يكونوا عندها وليدات، وليد ولا بنية. اي مرأة مزوجة كتمنى يكونوا عندها وليدات اللي شي حاجة زوينة. احنا ما جابش الله، داز العام الاول والو، وداز العام الثاني والو. اقترحت على راجلي باش نمشي للطبيب. فعلا فاش مشينا للطبيب دوزت، ما لقاو عندي حتى شي مشكل. يعني انا كنولد عندي كل شي مزيان، ولكن راجلي فاش دوز هو اللي عنده المشكل. ما عندوش دوك الحيوانات المعنويه، ما كيناش. هذا الخبر كان اكبر صدمه بالنسبه ليا. هذا الانسان اللي تزوجت به ما يمكنش ليه يولد نهائيا. ما خلينا فيه مشينا، درنا على الاطباء كاملين، مشينا حتى للخارج، عيينا نفكروا. الزرع ما ينفعش، اي حاجه ما تنفعش، حيت المشكل في الحيوانات المعنويه ما عندوش نهائيا. صافي عينا ما ندورو، كاع فلوسنا تقريبا خسرناهم. والو انا قلبي كيتحرق، ومي كنكون خارجه انا وراجلي كنشوفو شي وليد مع والديه، كيبقى فينا الحال بزاف. حتى احنا ما كرهناش يكونوا عندنا وليدات، وحتى احنا نديروا عائله. حتى لواحد النهار كنت جالسه وجاتني واحد الفكره، شيطانيه. قلت لراجلي شنو بان ليك نولد ليك؟ قال لي واش حماقيتي، واش كتضحكي عليا؟ كيفاش غادي نولد؟ انا ما كنولدش. قلت له لا غادي نولد، غنقول لك على واحد الفكره ونولد ولدنا وما يكونش من البراني. راجلي تصدم، بقى عارف والو. قال لي شنو كتخربقي ليا؟ قلت ليه ما كنخربق ما والو، غير تهدن، انا غنقول لك الفكره ديالي. قلت له انا باغا نحمل ويكون عندي ولد، وفي نفس الوقت ما بغيتش نطلق منك حيت كنبغيك بزاف وكنحماق عليك، ما بغيتش نعيش بلا بيك. حتى انت بحالي، حتى انت ما كرهتيش شي وليد اللي يدور بيك وناقصين لينا وليدات غنجيبوهم، هما اللي ناقصين في حياتنا ويكونوا من لحمنا ودمنا، ماشي حرامي. راجلي تلف، قال لي كيفاش؟ قلت له خوك غادي نحمل من خوك. صراحة في الأول تصدم الفكرة ديالي، ما عجبوش الحال نهائيا، بقى كيهوت عليا. قال لي واش انتي حماقيتي، تسطيتي، ما بقيتيش كتميزي يا المرأة. قلت له لا بالعكس، راه كنهضر معك بالمعقول. قلت له خوك من صلبك ودمك، يعني الولد غادي يكون شرعي ومن لحمك ودمك. بقيت عليه بجميع الطرق. كل نهار نجبد معاه الموضوع حتى قنعته بالمزيان. اصلا استسلم من كل نهار كنجي نفرع عليه راسو بهذا الموضوع. صباح وعشيه كنفطروا بهذا الموضوع ونغديه به ونعشيه به. سيد صافي استسلم راسو. قال لي صافي انا موافق على هذه الفكره، الا كان هذا الوليد غيعيش بيناتنا وغادي يحيد لي هاد الغمه وغيفرحني. قال لي ولكن كيفاش غنديروا لهاد خويا هذا باش يعطينا الماني ديالو؟ قلت له غادي نقولوا له وغادي نزوجوك.
ولكن وليني قبل ما نزوجك خاصك ضروري تمشي دير شي تحاليل على حسب الوليدات باش تعرف من الاول تمشي تشبه لخوك. فكره واش من فكره؟ فعلا راجلي مشى عند الطبيب وشرح له داكشي كامل. قال له خويا غنزوجوه وبغيتك تدي واحد العينه. المهم فهم الطبيب والطبيب دا ديك العينه وخلاها عنده باش يزرعها في الرحم ديالي. خوه مسكين صراحه جا على اساس غير يشوف راسو. قال له الطبيب ما فيك حتى شي حاجه وتزوج وغادي تولد وتعيش حياتك طبيعي. فعلا المده ديال 10 ايام خطبنا ليه، درنا ليه العرس، داز كل شي مزيان، الامور كامله بخير وعلى خير. خوه ما رد البال حتى شي حاجه، كل شي جا عادي. مهم حنا من مور العرس مشينا عند الطبيب وزرع لي ديك العينه، يعني درنا التلقيح. مهم جلست واحد المده وبداو كيجيوني اعراض الحمل. واحد المده ماشي بزاف، واحد 15 اليوم بداو كيبانوا الاعراض ديال الحمل. منين غنحمل هنا غادي تكون الصدمه، هنا الصدمه ديال بصح. الله قدر ما شاء فعل، راجلي مات. عرفتوا شنو راجلي مات ولا ما عرفتوش؟ راجلي اللي درنا انا وياه هاد الخطه اللي حملت على ودو مات. صدمه خلاني حامله بشهرين وكانت الكرش باقا ما كتبانش نهائيا. راجلي مات، توفى، كانت هي اكبر صدمه ليا، اكبر عقاب ليا على هادشي اللي درته فيا وفي راجلي. حيت انا هي مولد الفكره، خرجت على راسي وعليه. ما دابا انا علاش غادي نحمل؟ علاش غادي نولد؟ هادشي كله درته على ودو، هو درته على ودو حيت كنبغيه. راه كان فيا ما نمشي ونتزوج واحد اخر، ولكن حيت كنبغيه هو. يعني انا كون كان كيحسبتني غنموت ما نحملش، ما نديرش هادشي، انا باقا صغيره، ما نطيحش راسي فهاد الحرام. هاي ملي مات راجلي سالات الامور وبدات كرشي كتبان. انا خفت ما قتل حتى شي واحد، راني حامله. هاد السر هذا كان عارفه غير راجلي وانا. خوه الصراحه بدا كيرد ليا البال هو ومراته. قال لي كيفاش انتي يا خويا مات وانتي حامله؟ منين جبتي هاد الكرش؟ بقيت كنقول ليهم هاد الولد ولد خوك. قال لي ما يمكنش، خويا راه ما كيولدش، راه عاقر. واش كتفهمي؟ عارفين كاع العائله ما كيولدش. بديت انا وياه كنضاربو، قلت له هذا ولد خوك وحلال ماشي ولد الحرام. وراجلي حيت كان لاباس عليه خلى الاملاك ديالو. هادشي هذا خلى الاخ ديالو يتجه للقانون. هددني الى هاد الولد ولد خويا حنا غنرفعوا دعوه قضائيه وغنشوفوا هادشي ديالك عندك صحيح. هنا غادي يزيرني، غادي نتفضح، غيتعرف بلا الولد ماشي ولد خوه، انا الولد ولده. وانا الصراحه ما عرفت ما ندير. واحد العقل كيقول لي نقول لهم كلشي، واحد العقل اخر كيقول لي نسكت احسن ليا ولا نهرب. بقيت كنفكر هاد الولد اللي ولدت هو اللي غادي يضيع. وباه في الحياه الحمد لله ورزقه كاين. مهم عييت ما نهضر مع اخوه، عييت ما نسيت معاه، نهضر معاه والحيله اللي بانت ليا. قلت له بالله حامله بصح مع اخوه وباللي مشينا للخارج، ولكن والو ما نفعت معاه حتى كذبه. عييت، هو كان متاكد ان اخوه عقيم. قال لي بلي هاد الولد ولد حرامي وبلي كنت كنخون خوه. صافي واحد النهار قررت نعاود له كل شيء. قلت له انا وخوك سيدي اتفقنا عليك، هادشي اللي فكر شي راه منك. سيد تصدم، قال لي ما يمكنش. صدم ديال بصح، ما بقى ما عرف ما يقول، ما عرف ما يدير معايا. قال لي الصراحه عرفتي شنو؟ قال لي خصك الحبس.
قال لي كو كان خويا بالروح كنت غادي نعرف شنو ندير معاه، ولكن الدم الأمانة أمانتو. ولكن بقيتي انتيا، صراحة كنت خايفة بزاف، ولكن الحمد لله على هادشي اللي في كرشك. غادي نتراجع، ولكن عندي واحد الشرط، هاد الولد اللي في كرشك منين تولدي غادي تعطيه ليا. انا ما نقدرش، قال لي حيت هذا ولدي. قلت له حتى انا راه ولدي، بقيت كنترجاه. قال لي الا ما عطيتيهش ليا غنمشي نديكلاري بيك، وهادشي راه فيه عقوبه والحبس، وراه الحبس كيتسناك. ولدك غناخدو غناخدو. عييت نتلفيه، قلت له عافاك رحمني، هذا راه احساس الامومه ما تقدرش تعرفو. انت اللي راجل تقدر تعرفو غير البنت اللي في حالي، تقدر تعطف عليا وترحمني. المهم بقات مراته معاه حتى تراجع على القرار ديالو، وهذه كانت اكبر غلطه درتها انا وراجلي. كنت عايشانية انا اني رديت حياتي جحيم. عافاكم عاونوني وقولوا لي شنو ندير، حيت بصح مرضت نفسيا وعايشة بتأنيب الضمير. انا عارفكم غادي تلوموني، انا عارفكم غادي تقولوا لي انتي وانتي وانتي، عارفة كل شيء، عارفة حتى شنو غتقولوا، ولكن عافاكم. كنتمنى بصح تنصحوني حيت محتاجة النصيحة ديالكم. ما عرفتش انا كما قلت لكم مرضت نفسيا، حتى هاد الحمل ماشي بحال الاول،